بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقيه تهنئه الى اخيه فخامه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهوريه التونسيه الشقيقه وذلك بمناسبه الذكرى السنويه لاستقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه مماثله الى معالي السيد الياس الفخفاخ رئيس الحكومه التونسيه